السلام عليكم ومرحبا بكم في سلسلة كور دي زد بوين كوم. نتمنى تكونوا ملاح وبصحة جيدة، واللي ما راهوش مليح يعرف تتحسن أحواله في أقرب وقت إن شاء الله. اليوم بإذن الله حنديرو مادة الجغرافيا، هو أول وحدة تعليمية فيها اللي هي واقع الاقتصاد العالمي. راح نشوفوا الدرس الأول اللي هو إشكاليات التقدم والتخلف. نبدأ بمفهوم التقدم والتخلف، وشنو هو التقدم وشنو هو التخلف. التقدم هو مصطلح وظاهرة اقتصادية تعكس واقع الازدهار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تتصف به دول شامل. واش معناتها؟ معناتها هي ظاهرة اقتصادية مطورين ومزدهرين في شتى المجالات، اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا. هادو يتصفوا بهم دول شامل. اما دول الجنوب يتصفوا بالتخلف، اللي هو ظاهرة اقتصادية يعكس واقع العجز في تحقيق التطور والنمو الاقتصادي اللي تتصف به دول الجنوب. واش معناتها؟ معناتها الكوتي تاع الجنوب عنده عجز ونمو اقتصادي جد بطيء مقارنة بدول الشمال. التحديد الجغرافي للعالمين، هاد الدول المتخلفة والدول المتقدمة وينهم جايين في الكرة الأرضية. الدول المتقدمة جاية في النصف الشمالي للكرة الأرضية، معناتها هذاك النصف الفوقاني تاع الكرة الأرضية، هادو كاع دول متقدمة جايين بين 30 دائرة 30 درجة شمالا من جهة قارة أمريكا و 35 درجة من جهة قارة أوروبا وآسيا، إضافة إلى أستراليا نيوزيلندا وجنوب إفريقيا. هاد الثلاث دول هادو ما جايين من تحت، جايين في الجنوب، ما بصح نعتبروهم دول متقدمة على خاطرش المعايير والمؤشرات اللي عندهم تأكدنا أنه هاد الدول راهم متقدمين. أما الدول المتخلفة جاية في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، تسمى النصف التحتاني تاع الكرة الأرضية، هذا أستراليا نيوزيلندا و أفريقيا، باسكو استفناهم مع الدول المتقدمة امبوسيبل يكونوا ما بين بينزك في الدول المتقدمة في الدول المتخلفة. وهاد الدول المتخلفة تعرف بمصطلح اخر واسمه الدول النامية. هاد الدول النامية شكون هو الاول اللي قالوا؟ هو عالم فرنسي واسمه ألفريد سوفي، سمى العالم الثالث بالدول النامية او الدول السائرة في طريق النمو، وهي تختلف دولة من دولة من حيث درجة النمو والتخلف. وشنو هما المعايير اللي خلونا نصنفوا ولا نرتبوا الدول على حساب التقدم والتخلف تاعهم؟ هذه المعايير دارتها هيئات دولية مختصة، دارت مجموعة من المؤشرات والمعايير اللي من خلالها تحدد الدول المتقدمة عن المتخلفة. ومن بين أهم هذه المؤشرات عن المعيار والمؤشرات الاقتصادية عندنا الناتج الوطني الخام اللي هو البي ان بي. هذا البي ان بي يحسب على اساس ثروة المنتج الداخل وخارج البلاد، يعني ننتج سنويا ثروة. الو نحسب الثروة اللي انتجناها داخل البلاد واللي انتجناها خارج البلاد، كما الاستثمارات، المشاريع اللي يديروهم من دولة زعما الدولة الأم تاعها، تكون اكزامبل في أمريكا تزرع شركات تابعين لها لي فيليغ، تديهم لأوروبا تديهم لإفريقيا، هذه هي خارج وداخل البلاد، حيث يبرز الفوارق في الثورة، حيث يشمل 20% من سكان العالم و 80% من الثورة العالمية. كيفاش هذه الثورة هذه راح تبرز لنا فوارق؟ هلا الدول المتقدمة اللي جايين في الشمال عندهم نسبة تاع السكان تاعهم 20% من سكان العالم، تسمى 20% من سكان تاع هاد الدنيا راهم مركزين في الدول المتقدمة، مي بصح عندهم هما 80% من الثروة العالمية، تسمى الثروة العالمية تاع الدنيا كاع هيك، اي عندهم هما 80%. بصح الدول المتخلفة العكس تاعهم، عندهم 80% من السكان تاع العالم، مي بصح عندهم 20% من الثروة العالمية. ثم الجنوب هو عكس الشمال، شوفوا لي هذه ملاح. عندنا الناتج الداخلي الخام اللي هو البي اي بي، يحسب على اساس الثروه المنتجه داخل الوطن فقط. شوفوا في البي ان بي نحسبوا الثروه المنتجه داخل وخارج البلاد، مي بصح البي اي بي نحسبوا الثروه اللي نتجناها غير داخل الوطن.
ما كاش. وبون والبي ان بي والبي اي بي هما محسوبين بالدولار، باسكو الدولار هو العملة اللي معظم دول العالم يتعاملوا بها. وبيان سور هاد الشيء راح يكون سنويا. على تانيت نسبة اليد العاملة في القطاعات الثلاث. دوك حين تقولوا لي شنو هما هاد القطاعات الثلاث؟ شوفوا عندنا سلاحة، صناعة، والخدمات. قالك تعتبر الفلاحة هي القطاع الرئيسي الذي يشغل اليد العاملة في عالم الجنوب. تما الجنوب عندهم القطاع الرئيسي اللي به يعيشوا، به يديروا كلش، يصدروا ويوردوا به، هي الفلاحة. خاطرش هادو شي ساعة وما عندهمش التكنولوجيا باش يديروها في واحد اخرين، عندهم غير الفلاحة. من بصح دول الشمال تعتبر الصناعة والخدمات هما القطاعين الرئيسيين الذين يشغلان اليد العاملة في الشمال. تسمع عندهم زوج قطاعات رئيسيين اللي يخدموا بهم في دول الشمال اللي هما الصناعة والخدمات. عندنا تاني نوع النشاط الاقتصادي اللي يعتمد على الصناعات التحويلية في عالم الشمال والاستخراجية في عالم الجنوب. كيفاش؟ ربي سبحانه ميز دول الجنوب بميزة انهم البطن تاعهم مليء بالموارد الطبيعية كما البترول، الفولاذ، الغاز. هادو قاعدين جايين في الباطن تاع دول الجنوب. بصح دول الشمال ما عندهمش هاد الخاصية قليلة، وممكن دي فوا بلدان تنعدم فيهم هاد الخاصية. هلا دول العالم الجنوب عندهم النشاط الاقتصادي تاعهم استخراجي. وش معناتها استخراجي؟ معناتها يجيبوا آلات يحفروا يجيبوا الموارد الطبيعية اللي راهي تحت الأرض، هذه هي استخراجية، ما يخرجوا الموارد الطبيعية اللي راهي كاينة. مي بصح عالم الشمال عندهم صناعة تحويلية، معناتها هذيك الموارد الطبيعية اللي جابوها يخرجوها دول الجنوب حين يمدوها لدول الشمال يبيعوها لهم، وهذوك دول الشمال يعاودوا يصنعوها يحولوها ويردوها حفايس واحد اخرين. عندنا تاني نسبة ما تنتجه الدولة من المواد الاستخراجية كالفولاذ، الكهرباء، والغذاء. هادو ما تاني راح نعتبروهم معيار ولا مؤشر باش يحدد لنا هذه الدولة. إذا كانت الدولة عندها بزاف الفولاذ، الكهرباء، والغذاء، راح نعتبروها غنية. تاني نصيب الفرد من الثروات الطبيعية. تسمى هاد الثروات الطبيعية اللي عندها هذيك الدولة حتتقسم على كل فرد. تسمى الفرد كل واحد بنادم من هذيك الدولة شحال راح يطيح له حقه من هذوك الثروات الطبيعية. في الشمال يستهلك الفرد الواحد ضعف ما يستهلكه نظيره في الدول المتخلفة من الطاقة. كيفاش؟ واحد واحد من الشمال يستعمل دبل وش يستعمله واحد عاود من دول الجنوب من الكوتي تاع الطاقة. باسكو علاش؟ هذاك الدول تاع الشمال عندهم بزاف تكنولوجيا، تما يستعملوا بزاف وسائل الحديثة، سي بوغ سا يستعمل الدبل. عندنا تاني مدى التوازن به تاني شبه نمو السكان ونسبة النمو الاقتصادي. يتم لازم يكون عندنا نمو السكان والنمو الاقتصادي يمشيون باغلال، يمشي بتناسق، يمشوا مع بعضهم. وتاني المساهمة في التجارة العالمية، لازم يكونوا يساهموا في التجارة العالمية، لازم يكونوا يخدموا عفسة في بلادهم مليحة باش يقدروا يصدروها ويشاركوا في التجارة العالمية. عندنا تاني نوع وحالة الفلاحة. تكون الفلاحة متطورة باستخدام الطرق العلمية والتكنولوجيا ذات إنتاج وفير ومتنوع في دول الشمال، في حين تكون في عالم الجنوب متخلفة بدائية ذات طابع إنتاج قليل يقتصر على نوع معين من الإنتاج. وش معناتها؟ معناتها الدول المتقدمة عندهم بزاف من تطور التكنولوجيا والعلم عندهم، راهو يستعملوا بزاف الآلات باش يكون عندهم إنتاج وفير ومتنوع. بصح في دول الجنوب حين يكون عندهم العكس، حين يستعملوا عفايس بدائيين. باغ اكزومبل هذاك المحرات اللي يديروه اللي يمشيه الثور ولا تراكتور، شكون اللي حيحرث الأرض خير؟ بين تراكتور، تما تراكتور اللي تحرثوا الأرض حيجيب لهم
منتوج وفير ومتنوع، تما تقدر دير بزاف انواع بلا تتعب غير شويه وتجيب بزاف انواع. عندنا تاني القدره على تامين الغذاء للسكان. تحقق معظم دول الشمال الامن الغذائي تاعها عكس دول الجنوب، فبعضها يستورد نسبه كبيره من الغذاء من الخارج، والبعض الاخر يعاني من سوء التغذيه ولا نقص التغذيه. دول الشمال تلقى عندهم بزاف عفايس كابابل يديروهم هما في بلادهم بلا ما يسحقوا يجيبوا من الخارج. مي بصح دول الجنوب راح يكون عندها ضعف ولا نسبة الغذاء تاعها تكون شوية قليلة، الوغ تضطر انها تجيب من الخارج، وبعض الدول ما يقدروش يجيبوا من الاتخنجي الوغ يكون عندهم سوء التغذية ونقص في التغذية. راح نشوفوا دوكا المعايير الاجتماعية وشنو هي. عندنا متوسط الدخل الفردي، حيث يقدر متوسط الدخل الفردي في الدولة المتقدمة ب 25,000 دولار، وفي دولة متخلفة ب 500 دولار. شتو كيفاش؟ هذا فرد واحد سنويا متوسط تاع الدخل تاعو، هادي نص تاع الدخل. كيفاش هي النص؟ راهو يلم 225,000 دولار، مو بصح في الدولة المتخلفة المتوسط تاع الدخل ديالو هو 500 دولار. وهاد الدخل يحسب الدخل الفردي بقسمة الناتج المحلي على عدد السكان، وهو تاني محسوب بالدولار. كيفاش حين نحسبوه؟ حين نحسبوا الناتج المحلي شحال نتجنا محليا، نقسموه على عدد السكان، حيت حنا متوسط الدخل الفردي. في أمريكا متوسط الدخل الفردي هو 46,000 دولار، وفي الجزائر حوالي 3,000 دولار، وفي معظم الدول المتخلفة أقل من 1,000 دولار. ما ديفرنس كبيرة ما بيناتهم. أنا النصيب الفرد من الحريرات اليومية، الحريرات هي من جهة الغذاء وكلش. عندك يفوق متوسط نصيب الفرد من الحريرات المستهلكة في اليوم 4,000 حريرة في الدول المتقدمة، ولا يتعدى 1,700 حريرة للفرد في العالم المتخلف. وإنسان يحتاج يوميا إلى 2,400 حريرة يوميا. عندك حالة السكن في الدول المتقدمة، لكل فرد عنده غرفتان. بنصح في الدول المتخلفة لكل 5 أفراد عندهم غرفة واحدة. الخدمات الصحية، عندنا يحسب عدد الأطباء لكل 1,000 نسمة مع نسبة التغطية الصحية من المستوصفات المستشفيات مراكز متخصصة. لازم يكونوا عندنا هادو، شو نقولوا راهم من جهة الطب راهم متفوقين. عندنا تانيت نسبة الأمية، نادرا في الدول المتقدمة تكون نادرة بزاف، قليل تلقى واحد ما قراش ولا ما. بصح في الدول المتخلفة راهي متفشية بزاف، الظاهرة هادي راهي منتشرة بكثرة، حيث تفوق نسبة 70% من تخلف في دول الجنوب. عندنا تانية نسبة التمدرس اللي تتجاوز 99% في دول الشمال، بينما لا تتعدى 66% في دول الجنوب. عندنا دوكا المعايير الديموغرافية، معنى نسبة الولادات حوالي 1% في العالم المتقدم، بينما تصل إلى 3% في دول العالم المتخلف. تما العالم المتقدم أحي نسبة الولادات تاعو تكون قليلة قليلة، 1% في العالم، 1%. ما بصح في دول المتخلفة تصل إلى 3% في دول المتخلفة. هنا تاني متوسط عمر الإنسان، أمد الحياة المرتفع يتجاوز 78 سنة في الدول المتقدمة عكس المتخلفة. في المتخلفة يموتوا صغار باسكو علاش؟ سوء التغذية، اللوسم، الخدمات اللي لازم الإنسان يكون عنده راح تكون من عند مو قليلة. نسبة الوفيات عند الولادات، نسبة الوفيات عند الولادات راح تكون
مرتفعة في دول متخلفة أكثر من 10 بالألف، ثم 10 في 1000 طفل يزيدوا حين يموتوا عكس الدول المتقدمة. عندنا المعيار الأخير اللي هي المعايير الثقافية، اللي هي مدى تحكم في التكنولوجيا، الإعلام، الاتصال، الإصدارات الثقافية والعلمية. التكنولوجيا هذه راح كيفاش حين يتحكموا فيها الدولة، كيفاش حين يطوروها، مثل شبكة الإنترنت، الاتصال، وسائل الإعلام، الصحافة، هادو قاع يدخلوا في التكنولوجيا والإعلام والاتصال. أما الإصدارات الثقافية والعلمية هي الكتابات اللي يخرجوا في السنة، وعدد اللي يشيو الكتابات ولا لا لا. كانت عندنا حركة الترجمة وحرية التعبير والرأي، حيكون عندنا في دول المتقدمة حرية التعبير، تقدر تعبر على الرأي تاعك بكل حرية، ما تخاف من والو. بصح في دول الجنوب هذه الميزة هذه ما كاش، ما تقدرش تعبر على الرأي ديالك خاطرش كاين نوع من الديكتاتورية. على هذا نكون وصلنا للخر تاع هذا الفيديو، نقول لكم الى اللقاء، حد موفق للجميع. ولا كاش استفسار ولا عفسه حبيتوا تزيدوها ولا ما فهمتوهاش، ما تنسوش تخليوها لنا في كومونتير تحت. تهلاو في روحتكم، والسلام عليكم.